بتاع تداخل الاصوات، رجاء عدم تحميه الرسوم الا بعد طلب الاذن من رئيس الجلسه وشكرا. تفضل استاذ فرج. نعم، وهو كذلك يعني هذه هي الملاحظة التي كنت أريد أن أبدأ بها. نرجو من السادة المتدخلين إغلاق الميكروفونات. نعم، وهو ما تم بالفعل. طيب، أدعو السادة الآتي يأتي اسماؤهم، الدكتورة سارة خاشة من جامعة سطيف، نعم إذا كانت حاضرة معنا تؤكد الحضور. نعم. طيب، نعم الدكتورة ريم بوشليط والدكتورة نجلاء. دكتورة ريم بوشليط والدكتورة نجلاء من المركز الجامعي مغنية. السلام عليكم، مرحبا معكم. مرحبا. طالب الدكتوراه رحماني بشرى و بن عطي الله جلول من جامعة أدرار. طيب، طالب الدكتوراه هتهوت فاطنة و طالب الدكتوراه لعوج خديجة من جامعة تلمسان. الدكتورة أسماء زدوري وطالب الدكتوراه نورة قدوش من جامعة قالمة. حاضر أستاذ. طيب، الأستاذة حفصة بن تومي والأستاذ رضا بن تومي. السلام عليكم علينا أستاذ. أهلا، أهلا وسهلا، مرحبا. شكرا. الأستاذة يمينة السعدية من الداسي والأستاذة فتيحة بالعسلة من جامعة تيزي وزو. مرحبا. طيب، وأخيرا الدكتور محمد مولودي من جامعة يا أدرار. مرحبا بك أستاذ. طيب، نبدأ على بركة الله مع الأستاذة سارة خاشة من جامعة سطيف 2. الرجاء من السادة الحضور إغلاق الميكروفونات لإتاحة الفرصة للأستاذة سارة خاشة لإلقاء ورقتها البحثية المعنونة بالبرامج الإلكترونية الحديثة ودورها في العملية التعليمية عن بعد، وتأخذ برنامج أو منصة مودل أنموذجا من جامعة سطيف 2. تفضلي أستاذتي الكريمة في 10 دقائق. نعم، هل تسمعني؟ نعم، الصوت واضح، تفضلي يا أستاذ. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني ويسعدني المشاركة في هذا الصرح العلمي بمداخلة معنونة كالآتي: البرامج الإلكترونية الحديثة ودورها في العملية التعليمية عن بعد، برنامج مودل أنموذجا. لقد شهد العالم في السنوات الأخيرة تقدما تكنولوجيا كبيرا في كافة مجالات الحياة لم تشهده في وقت مضى، خاصة في مجال التعليم، حيث استحدثت طرائق تعليم جديدة حتى تكون أكثر فاعلية لتحقيق أهداف واسعة. وتعد الإنترنت أحد التقنيات الحديثة التي يمكن استخدامها في التعليم العام، حيث تلعب دورا هاما في تغيير العملية التعليمية، ومن ثم الانتقال من الخدمات التقليدية إلى خدمات إلكترونية بعيدة عن التلقين والورق بأقل جهد وجودة عالية. والتعليم عن بعد هو أفضل ما توصل إليه، فهو نظام مفتوح للجميع يقوم بنقل برنامج تعليمي من معلم إلى متعلم في موقع إقامته أو عمله، بدلاً من انتقال المتعلم إلى المؤسسة التعليمية، وهدفه إيصال المعرفة إلى المتعلم عبر وسائط وأساليب تقنية مختلفة، حيث يكون المتعلم منفصلاً عن المعلم أو القائم على العملية التعليمية. وتتعدد البرامج والتقنيات المستخدمة في عملية التعليم عن بعد، وذلك وفق احتياج المادة التعليمية. ومن أبرز هذه التقنيات برنامج مودل. فما مفهوم هذا البرنامج؟ وما هي خصائصه؟ وما مدى إمكانية التواصل بين المعلم والمتعلم عن بعد من خلال هذا التطبيق؟ هذا ما سنتناوله في هذه الورقة البحثية. ولكن قبل هذا، حري بنا أن نتعرف عن مفهوم التعليم الإلكتروني وما هي أهميته. أولاً، التعليم الإلكتروني. التعليم الإلكتروني هو طريقة ابتكارية لإيصال بيئات التعلم الميسرة، والتي تتصف بالتصميم الجيد والتفاعلية والتمركز حول المتعلم لأي فرد وفي أي مكان أو زمان، عن طريق الانتفاع من الخصائص والمصادر المتوافرة في العديد من التقنيات الرقمية سوياً مع الأنماط الأخرى من المواد التعليمية المناسبة لبيئات التعلم المفتوح المرن.
ومنهم من عرفه بأنه نقل التعليم من مجرد التلقين من قبل المعلم وعملية التخزين من قبل الطالب إلى العملية الحوارية التفاعلية بين الطرفين هي التي تطمح الوصول إلى الذي نطمح الوصول إليه لتحسين مستوى التعليم. التعليم الإلكتروني يمكن الطالب تحمل مسؤولية أكبر في العملية التعليمية عن طريق الاستكشاف والتعبير والتجربة. تتغير الأدوار حيث يصبح الطالب معلما بدلا من متلق والمعلم موجها بدلا من خبير. ما هي أنواع التعليم الإلكتروني؟ أولا التعليم الإلكتروني المتزامن هو أسلوب وتقنية التعليم المعتمدة على الشبكة العالمية للمعلومات لتوصيل وتبادل المحاضرات ومواضيع الأبحاث بين المعلم والمتعلم في نفس الوقت الفعلي لتدريس المادة عبر إما غرف المحادثة الفورية أو الفصول الافتراضية، أي يكون هناك تفاعل بين المعلم والمتعلم معا في الوقت نفسه. ثانيا التعليم الإلكتروني غير متزامن وهو التعليم غير المباشر حيث يحصل المتعلم على دورات أو حصص وفق برنامج دراسي مخطط ينتقي فيه الأوقات والأماكن التي تتناسب مع ظروفه عن طريق توظيف بعض أساليب وأدوات التعليم الإلكتروني نحو البريد الإلكتروني أو الشبكة العنكبوتية العالمية أو مجموعات النقاش أو الأقراص المدمجة، أي أن هذا النوع من التعليم لا يتطلب وجود أحد الطرفين معاً في الوقت نفسه. أهداف التعليم الإلكتروني: يهدف التعليم الإلكتروني إلى تحقيق العديد من الأهداف على مستوى الفرد والمجتمع، منها تحسين مستوى فاعلية المعلمين وزيادة الخبرة لديهم في إعداد الموارد التعليمية، الوصول إلى مصادر المعلومات والحصول على الصورة والفيديو وأوراق البحث عن طريق شبكة الإنترنت واستخدامها في شرح وإيضاح العملية التعليمية، توفير المادة التعليمية بصورتها الإلكترونية للمعلم والمتعلم، كما تساعد المتعلم على الفهم والتعمق أكثر بالدرس حيث يستطيع الرجوع للدرس في أي وقت، كما يساعده على القيام بواجباته المدرسية بالرجوع إلى مصادر المعلومات المتنوعة على شبكة الإنترنت أو للمادة الإلكترونية التي يقدمها المعلم لمتعلميه مدعمة بالأمثلة المتعددة، وبالتالي يحتفظ المتعلم بالمعلومة لمدة أطول لأنها أصبحت مدعمة بالصوت. ثانيا ننتقل إلى النظام الإلكتروني مودل. كلمة مودل هي اختصار لعبارة Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment، وتعني بيئة تعلم موجهة تساعد المتعلم على الإبداع. وأول من أنشأ هذا النظام هو عالم الكمبيوتر مارتن دوغيماس من جامعة بيرث بأستراليا، حيث بدأ تفكيره في هذا النظام حينما وجد أن كل النظم الخاصة بإدارة المحتوى التعليمي ذات تكاليف باهظة ويقوم بعملها مهندسون لا يملكون خبرات تعليمية، لهذا وجد أنه من الضروري توظيف خبراته التعليمية والتقنية في تصميم نظام لإدارة المحتوى مفتوح المصدر يتاح لأي فرد استخدامه مجانا ودون مقابل. ويعرف أيضا بأنه نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر صمم على أسس تعليمية ليساعد المدربين على توفير بيئة تعليمية إلكترونية ومن الممكن استخدامه بشكل شخصي على مستوى الفرد. ويعد هذا البرنامج أحد أنظمة المقررات وأحد أنظمة إدارة التعليم، أيضا أنه أحد أنظمة إدارة محتويات التعليم، كما أنه أحد منصات التعليم العالي. إذن فهو نظام متكامل لإدارة العملية التعليمية تسعى الكلية التقنية الإدارية بإدارة المقررات التعليمية من التعليمية من خلاله، وصمم ليتمكن أعضاء هيئة التدريس بتوفير بيئة تعليمية إلكترونية متكاملة لإدارة المحاضرات والامتحانات ومتابعة الطلبة ذاتيا، بحيث يسمح هذا النظام لأعضاء هيئة التدريس بإدراج مقرراتهم ومحاضراتهم من خلال إضافة الوسائط المتعددة عليه وإدارتها إلكترونيا، ويتم التواصل من خلاله بين الطلبة والمعلمين بطرق تواصلية في عرض المادة التعليمية دون التقيد بعامل الزمان والمكان. وبناء عليه فإن النظام الإلكتروني مودل هو نظام متناسق لإدارة العملية التعليمية يسهل العملية التعليمية دون التقيد بالزمان والمكان، كما أنه يتيح وضع المادة المعرفية عليها بالنص أو الصورة أو الفيديو في آن واحد. ما هي مواصفات هذا البرنامج؟ يمكن أن يخدم مودل جامعة تضم أكثر من 40,000 طالب، كما أنه موقع النظام كما أنها موقع هذا النظام يضم أكبر من 75,000 مستخدم مسجل.
أيضا يدعم النظام 45 لغة وهو معرب بالكامل. يمنح أيضا المدرب إمكانية انتقاء طريقة التعليم المناسبة للمتدربين، وأيضا يدعم النظام المعيار العالمي لتصميم المقررات الإلكترونية. مكونات نظام مودل: يتكون من وحدة الدرس تتضمن إنشاء عدة صفحات تعرض المنهج أو جزء منه، ويمكن في نهاية كل صفحة سؤال أو رابط لصفحة تالية أو سابقة أخرى. وحدة المنتدى تعطي إمكانية النقاش، ومن خلالها يمكن تقديم ملخصات أو أسئلة من المنهج. وحدة معجم المصطلحات، وذلك لعمل قواميس المصطلحات المستخدمة في المنهج. وحدة الواجبات الدراسية تتضمن طلب المعلم من المتعلمين أداء مهمة معينة، فيقوم المتعلمون بتحضيرها ثم تحميلها للموقع بأي تنسيق مثل معالج النصوص أو العروض التقديمية ليقوم بتقديمها. أخيراً وحدة الكتاب لإنشاء موارد تعليمية على شكل كتاب إلكتروني. أهم مميزاته: يتميز هذا النظام بالتغذية الراجحة ومتابعة الطلاب وكذلك الأنشطة الفصلية، وهذا يؤكد المستوى الجيد والمتقدم الذي وصل إليه نظام مودل، وكمية الأدوات المساعدة والسهولة في الاستخدام والتحديث السريع المتوافق مع تطورات التعليم الإلكتروني من قبل المطورين لهذا النظام، بالرغم من أنه مفتوح المصدر. يحفز النظام الطلبة على المشاركة والتفاعل مع الدرس بصورة أكبر. يحتفظ الطالب بالمعلومة لمدة أطول لأنها أصبحت مدعمة بالصوت والصورة. أيضا يعمل النظام على تتبع استخدام الطالب لهذه البرمجية، ويقوم بإيداع النتائج في ملف إحصائي خلال فترة التعليم. أخيرا بعد هذه الجولة البحثية لتطور التكنولوجي الذي شهده قطاع التعليم والتعرف على أهم أنظمة التعليم الإلكتروني، توصلنا إلى مجموعة من النتائج مذيلة ببعض التوصيات نريدها مختصرة كالآتي: تساهم تكنولوجيا التعليم إفادة وتنظيم العملية التعليمية باستخدام مواد تعليمية من أجل حل المشكلات التربوية والتعليمية. يساهم نظام مودل إيصال المعلومات إلى الطلبة وفق تقنية الاتصال الحديثة دون التقيد بالزمان والمكان. ضرورة تحفيز استخدام نظام مودل في التعليم الجامعي لما يتضمنه من معارف ومهارات ولما يحققه من تطورات على البيئة التعليمية. ضرورة تحفيز أعضاء العملية التعليمية على استخدام نظام مودل في العملية التعليمية. وأخيراً ضرورة توفير الإمكانات التقنية والمادية من قبل إدارات الجامعات لتفعيل استخدام أنظمة التعليم الإلكتروني في التعليم الجامعي. وبهذا أكون قد أنهيت ورقتي البحثية، وأشكركم مجدداً على حسن الإصغاء والمتابعة، وأحيل الكلمة إليك سيدي الرئيس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا يا أستاذة على هذا العرض القيم، وعلى احترامك للوقت نرجو يعني من السادة المتدخلين احترام الوقت. نشكرك على رجاء إغلاق الميكروفونات. طيب شكرا للأستاذة على هذا العرض القيم والمتميز بحيث احترمت الوقت المخصص لها، وهكذا يعني من المفروض أن الباحث يقوم بقياس الوقت المخصص له في عرضه حتى لا يرتبك في مقاطعة رئيس الجلسة له أثناء عرضه في مختلف المؤتمرات. بدون إطالة نتحول إلى الورقة البحثية الموالية للدكتورة ريم بوشليط و الدكتورة نجلاء. نعم، عنوان الورقة البحثية هو Transformation numérique du secteur de l'enseignement supérieur vers un enseignement dans l'ère du web 3.0. التحول الرقمي للمعلومات في قطاع التعليم العالي نحو تعليم عالي في الفضاء للويب 3. تفضلي يا أستاذة في 10 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bonsoir mesdames et messieurs. Avant toute chose, je suis enchantée de me trouver aujourd'hui à votre compagnie. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l'Université d'Adrar pour avoir co-parrainé ce colloque et pour sa chaleureuse hospitalité. Je voudrais aussi remercier la comité scientifique et la comité d'organisation ainsi que les principaux partenaires du colloque. Mes remerciements vont aussi à notre première conférencier, le professeur Omari Mohamed et Monsieur Mohamed Mounay,
Enfin, je remercie toutes mes confrères. Je vais donc présenter brièvement mon travail que j'ai intitulé « Transformation numérique du secteur de l'enseignement supérieur vers un enseignement de l'ère numérique 3 ». Donc, dans l'enseignement supérieur, une nouvelle ère a commencé avec l'avènement d'environnements d'apprentissage omniprésents. Les outils d'apprentissage omniprésents permettent d'améliorer la prise en compte du contexte ainsi que les expériences d'apprentissage en garantissant une disponibilité sans faille, quel que soit le lieu. Dans ce contexte, l'éthique et l'apprentissage en ligne peuvent améliorer la qualité de l'enseignement supérieur par des méthodes innovantes, comme par là, on peut poser cette question, comment concevoir une formation en ligne. Bon, l'éthique, la première des choses, on va parler un petit peu d'éthique dans l'enseignement supérieur. L'intégration croissante d'éthique dans l'enseignement supérieur a atteint un point de basculement. Bien qu'il puisse être difficile de trouver des établissements d'enseignement qui ne permettent aucune attention aux possibilités offertes par l'éthique, les outils d'éthique sont en constante évolution et développement. Il n'est donc pas surprenant que les universités investissent dans les outils éthiques pour répondre aux exigences technologiques du monde d'aujourd'hui. Nous assistons à une tendance croissante à l'utilisation d'outils éthiques de plus en plus sophistiqués dans l'enseignement. Dans l'enseignement, de nombreuses universités proposent désormais des sites en ligne pour les tâches administratives et académiques. Ces systèmes e-learning comme le modèle et le Blackboard. Ces sites portails aident à la fois les enseignants et les étudiants à présenter le contenu des cours de manière efficace et facile. Certaines activités sont proposées sur ces sites comme portail comme suite. Pardon, la première des choses, authentification des étudiants à ces notes modules, test en ligne pour les compétences en informatique, ou les modules d'anglais et arabe, l'authentification de l'enseignement par son contenu, comme la description des modules, le nom des étudiants et leurs notes. La quatrième des choses aussi, les événements en ligne et les dernières nouvelles concernant le campus universitaire. Et la dernière chose, l'enseignement à distance. Donc, on voit qu'il y a une importance de cette technologie. Pardon, dans les universités, la technologie fait partie intégrante. L'utilisation d'une technologie permet aux professeurs de diversifier la façon dont ils présentent leurs cours, de fournir des informations supplémentaires et d'améliorer l'apprentissage des étudiants. Le déploiement de la technologie et du matériel d'apprentissage dans les universités présente plusieurs avantages. Parmi ces avantages, on peut citer les méthodes d'enseignement variées, un apprentissage plus actif, l'amélioration de l'attention et de la compréhension des étudiants, la stimulation visuelle et moins de temps pour les conférenciers. Toutefois, l'utilisation de cette technologie dans l'enseignement présente quelques inconvénients. Parmi ces inconvénients, on peut citer les équipements, le manque des équipements, l'anxiété pour les conférenciers, nécessité de plans et de directives de sauvegarde, temps consacré à l'apprentissage des nouvelles technologies ainsi que des compétences. Bien qu'il existe plusieurs des inconvénients, la plupart des problèmes, on remarque qu'elles sont liées à la mise en œuvre de la technologie et du matériel d'apprentissage qui peuvent être résolus par un test préalable, de l'équipement et un apprentissage concernant l'utilisation de chaque technologie. Bon, le troisième titre, on a voulu traiter un petit peu les outils de e-learning. De nombreux outils d'apprentissage sont à la disposition des conférenciers. Par exemple, le modèle, le Web 3.0 et le Blackboard. Sur la base de cette analyse, on va donner une vue d'ensemble concernant ces outils afin de commenter les principaux objectifs de chaque outil et d'en étudier les inconvénients et les avantages. Le premier outil qu'on va
le présenter, c'est le système de gestion des cours. Un système, c'est quoi un système de gestion des cours? Un système de gestion des cours est un type de système basé sur le web qui possède une base de données en arrière-plan. Un SMS, c'est-à-dire le système de gestion des cours, aide non seulement les enseignants à accéder aux ressources sur le web, mais permet également de gérer les tâches et les activités de cours. De nos jours, dans l'enseignement supérieur, les systèmes de gestion des cours en ligne sont largement utilisés. Ces systèmes de gestion des cours basés sur le web offrent trois avantages. Parmi ces avantages, on trouve le premier, une communication efficace et rapide entre les étudiants et les professeurs. En deuxième lieu, la mise à disposition de ressources de cours aux étudiants. Et dernièrement, la réduction de l'utilisation du papier, c'est-à-dire un système sans papier. Bon, je voulais même présenter le modèle, mais je vois que ce système, le modèle, c'est-à-dire cet outil était bien présenté, expliqué par notre cher collègue de l'Université de Steve. Et pour gagner mes précieuses minutes, je passe directement au Blackboard. Le Blackboard, qu'est-ce que ça veut dire, ce Blackboard? Donc, le Blackboard est un environnement d'apprentissage virtuel et un système de gestion de l'apprentissage développé par le Blackboard. Il s'agit d'un logiciel serveur web qui propose une gestion de cours, une architecture ouverte, personnalisable et une conception évolutive qui permet l'intégration avec les systèmes d'information des étudiants et le protocole d'identification. C'est-à-dire, lorsque nous pensons à l'apprentissage en ligne, nous avons souvent à l'esprit un cours entièrement en ligne ou tout, du contenu à la communication, en passant par les activités et la réalisation en ligne. Mais le Blackboard sert souvent à compléter les cours traditionnels de classe. On n'a jamais utilisé l'apprentissage en ligne, on peut commencer par compléter nos cours avec un programme de cours en ligne, des discussions et des activités en ligne au fur et à mesure. Et donc, on arrive à une étape où on peut transformer tous nos cours en cours mixtes ou entièrement en ligne. Le Blackboard présente aussi plusieurs avantages. Parmi ces avantages, on trouve assimiler l'évaluation du matériel au matériel pédagogique, sélection à l'état aléatoire des questions disponibles sur la demande, classement automatique avec retour d'informations instantanées et rapport et analyse. Cependant, il présente également plusieurs inconvénients. Il reste une minute. Il présente plusieurs inconvénients. Parmi ces inconvénients, il ne convient pas pour tester toutes les activités et compétences. Il indique des compétences implique des compétences informatiques, consomme du temps, il consomme le temps pour la conception et la saisie des questions. On trouve aussi la plagiat et il n'est pas assez sécurisé. Bon, on passe directement Web 03. Le Web 03 est la troisième génération des services Internet pour les sites Web et les applications. L'objectif est de s'appuyer sur la compréhension machine des données pour proposer un Web sémantique piloté par les données dans le but ultime de créer des sites plus intelligents, connectés et ouverts. Donc, on remarque ici que le Web n'étant pas encore en œuvre, sa définition n'est pas vraiment établie. Toutefois, les technologies qui devraient être constituées et finalement définir le Web 3 sont déjà en cours de développement. Avec l'arrivée de l'électroménager intelligente, l'intelligence, l'utilisation des réseaux sans fil et de l'Internet des objets, les deux exemples constituent deux exemples de l'impact du Web 3 sur la technologie. S'il te plaît, passe directement les résultats, s'il te plaît. D'accord. Donc, pour mes résultats, on trouve
on a constaté que deux des systèmes de gestion de l'apprentissage en ligne les plus populaires sont Moodle et le Blackboard, qui sont largement utilisés dans l'enseignement supérieur. En termes de fonctionnalité, le Blackboard est considéré comme une meilleure option que Moodle. Le Blackboard permet une plus grande flexibilité en termes de conception des horaires d'études et de programmes de cours. La conformité et la flexibilité sont les principales caractéristiques qui différencient le Moodle des autres outils. Les quiz de Moodle peuvent être conçus en fonction de chaque cours individuel qui peut être défini par le professeur à différentes périodes. Les étudiants peuvent donner leur avis et les professeurs peuvent définir différents niveaux de difficultés pour les questions ainsi que le format du quiz. Ainsi, la cohérence du retour d'information et de la notation ou le fait que les résultats n'ont pas été fournis en même temps peut être déterminé. Dans le Blackboard, les cours peuvent être envoyés par courrier électronique à tous les étudiants ou être personnalisé pour un sous-ensemble de travail de groupe de travail. Dans Moodle, les courriers sont remplacés par des cours en utilisant le forum comme alternative. Lorsque les classes sont nombreuses, on choisit le Moodle parce que le Moodle offre une meilleure adaptabilité et une plus grande commodité. Et dernièrement, une tendance clé est l'utilisation de e-learning 3 qui utilise les outils du Web 3 dans l'apprentissage social. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Je vous remercie pour ton... je vous respecte, pour, respecte votre temps. Pour les informations techniques et pratiques. ونتمنى إن شاء الله لك الشفاء العاجل. ومن إيجابيات يعني التعليم الإلكتروني أنه أو إقامة هذه المؤتمرات الافتراضية عن بعد أنه يمكن للباحث حتى وإن كان في حالة يعني لا تسمح له بالحضور جسديا يمكنه أن يقدم ورقته البحثية يعني عن بعد، وهذا شيء من إيجابيات هذا النوع من التعليم ومن إيجابيات هذا النوع من المؤتمرات. وكما تلاحظون أنه التعليم الإلكتروني منظومة من الويب، الجيل الثالث للويب والبرمجيات والمنصات مودل وغيرها من يعني، فهي تتناغم فيما بينها من أجل تقديم عملية تعليمية ذات جودة عالية وكفاءة. أشكرك مجدداً الأستاذة على العرض القيم، ونرجو إغلاق الميكروفون لنمر إلى الورقة البحثية الموالية حول وسائل ومتطلبات وطرق تقييم التعليم عن بعد لطالب الدكتوراه رحماني بشرى وبن عطي الله جلول، فيتفضل مشكورين. السلام أستاذ. تفضلي في 10. عليكم السلام. تفضلي في 10 دقائق نسمعك جيدا. نعم نسمعك جيدا، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر جميع السادة القائمين على هذا الملتقى. معكم طالبة رحماني بشرى، طالبة بقسم الإعلام الآلي كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة أضرار. عنوان المداخلة: وسائل متطلبات وطرق تقييم تعليم عن بعد. رقم المحور: المحور الثالث. بداية بالملخص: إن التطور الكبير في التقنية المعلوماتية ووسائل الاتصال الحديثة المتطورة وبفضل الزيادة في كفاءة أشكال التعلم أدى إلى ظهور وانتشار التعلم عن بعد وأساليبه بوتيرة أسرع، حيث لعبت آلية التعلم عن بعد دورا هاما ومحوريا يتجلى في التخلص من الحواجز الجغرافية والعوائق المادية التي كانت تحول بين الأستاذ والطالب، خاصة بعد ظهور وباء كورونا. ومن هنا نجد أن كافة الدول والشعوب أصبحت تعطي هذا الأسلوب التعليمي أهمية بالغة. التعلم عن بعد الذي أصبح حديث العالم خاصة في الآونة الأخيرة وفي ظل التحديات التي يواجهها العصر بتعدد وسائله ومتطلباته وكيفية تقييم الأداء، وذلك من خلال منصات التعليم عن بعد. بفضل اكتساح تكنولوجيا وسائل الإعلام والاتصال الحديثة بشكل شاسع لمختلف مجالات الحياة بما في ذلك التربية والتعليم، ظهر نوع جديد من أنواع التدريس ألا وهو التعليم عن بعد الذي انتشر بشكل هائل في نواحي العالم في الآونة الأخيرة، خاصة مع انتشار الأمراض والأوبئة وغلق المدارس مما جعل الحاجة الملحة لانتهاجه. وبفضل تنوع أدواته وأساليبه المختلفة واحتوائه على كل الشروط والمتطلبات للتعليم التي ساعدت من تطويره وسهولته مقارنة
بأنواع التدريس الأخرى، وذلك بخلق منصة تفاعلية للتواصل بين الطالب والمعلم لاكتساب الخبرات والمعارف. فما هو التعليم عن بعد؟ وما هي مختلف الأدوات والاحتياجات وطرق التقييم للحصول على أفضل تجربة لذلك؟ التعليم عن بعد أو ما يعرف بالتدريس عن بعد نوع حديث من أنواع التدريس يتوجب توفير البيئة اللازمة على الاتصال والتفاعل بين الطالب والمعلم، وذلك بمعزل عن ظرفي الزمان والمكان باستخدام الوسائط الإلكترونية المتعددة المطبوعة منها والمسموعة والمرئية بهدف زيادة الرصيد المعرفي لدى الطالب. وسائل التعليم عن بعد: يعتمد أسلوب التعلم عن بعد على وسائل وأدوات لتوصيل المعلومة بشكل أسهل وتوفير البيئة اللازمة لذلك. فقد اعتمد في بادئ الأمر على فقد اعتمد في بادئ الأمر على على البريد على البريد والمراسلات عبر البريد، بالإضافة إلى التعليمية التلفزيونية أو على الأسطوانات المدمجة أو أشرطة الفيديو. ومن هناك دخل هذا التعليم مرحلة جديدة باستخدام الوسائل الحديثة المتطورة، منها بث الأقمار الصناعية باستخدام البرامج الخاصة بها، بالإضافة إلى الفيديو التعليم التفاعلي أو مؤتمرات الفيديو السمعية والمرئية عبر الحاسوب أو السبورة الإلكترونية باستخدام برامج تشغيل لذلك، حيث لقى استحسانا واهتماما عند المدرسين والطلاب بنسبة 30.76%. إضافة إلى ذلك استعمال وسائط متعددة، وهي تركيب من نص وصورة والصوت مع الصور المتحركة التي تسهل من اكتساب المعلومة وتبادلها، حيث كانت نسبة تقبلها 30.76%. إلى أن ظهرت تكنولوجيا شبكة الإنترنت فهي بمثابة الأساس الداعم للتعليم عن بعد، فهي تشمل كل الأدوات والأماكن والبشر والمعلومات لتسهيل عملية التعليم، وتحتوي الكتب الإلكترونية والبريد الإلكتروني والمواقع التعليمية والبرامج والتطبيقات الخاصة بالاجتماعات، منها تطبيق وبرنامج زوم، كلاود ميتينج، ويوتيوب لايف، ولا ننسى الدوريات الإلكترونية وقواعد البيانات زيادة على ذلك، وجود الأقسام الدراسية الافتراضية ومنصات التعليم الإلكتروني منها منصة مودل التي تنتهجها معظم الجامعات الجزائرية، منها جامعة أضرار خلال موسم الدراسي 2019-2020 إثر الجائحة، وذلك للتعلم والتواصل والتفاعل بين الطلاب والمدرسين، مما يجعل الإنترنت محل تهافت الجميع، وقد تم تقديرها بنسبة 38.46% باعتبارها الخيار فعال للولوج إلى المعلومة بشكل أسرع مما يرفع من مستوى التعليم. متطلبات التعليم عن بعد: رغم أن الوسائل المتوفرة لدى التعليم عن بعد إلا أنه يحتاج متطلبات تساعد في الحصول على أفضل النتائج وسير التعليم على أنجح منهاج من بين هذه المتطلبات. وجود مراكز تعليم المعلومات باعتباره أمرا مهما يتوجب على مستوى الجميع لمراقبة سير التعليم، وتوفير الشروط المناسبة والظروف الملائمة والوسائل اللازمة لتنظيم مواد تعليمية للتعلم من قبل أعضاء هيئة التدريس من المعلمين والإداريين، حيث بلغت أهميته بنسبة 30.40%. توفير نظام جمع المعلومات واسترجاعها في التعلم في التعليم التي تعتبر عن تطبيقات أو برامج التي تساعد على حفظ المعلومات اللازمة واسترجاعها عند الحاجة لذلك. وجود مراكز مصادر تعليم التي تمكن الطالب من الوصول إلى المعلومة بشكل أسهل وأفضل، حيث بمجرد معرفة مصدرها تجدها منها المواد المطبوعة المتوفرة على مستوى المكتبات، حيث أن تنوع المصادر واختلافها وكثرتها تحدد قيمتها لدى المعلم والمتعلم، حيث بلغت نسبة أهميتها 21.73%. توفير تكنولوجيا الاتصال عن بعد: أصبح من السهل اكتساب المعلومات وتبادلها بفضل خاصية تكنولوجيا الاتصال التي أتاحت ذلك، باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الكابلي أو باستعمال أقمار صناعية أو الآليات الضوئية والاتصالات الرقمية التي سمحت بإنشاء منصة للتفاعل التعليمي بين الطالب والمدرس. طرق تقييم تعليم عن بعد: بسبب ما خلفته أزمة كورونا أدى إلى غلق المدارس، حيث انتهجت العديد من الدول نظام تدريس عن بعد، والذي بات من الضروري التزامه مما سبب مخاوف كثيرة لدى الأولياء والتربويين والطلاب وتساؤلهم عن الطرق والوسائل المنتهجة لتقييم الطالب وما مدى موثوقية ذلك التقييم، حيث يعتبر التقييم التربوي عبارة عن جمع البيانات وتحليلها بهدف معرفة مستوى الطالب وتوجيهه لرفع تحصيله العلمي، وذلك يتم بعدة طرق مختلفة، منها التقويم المباشر بالصوت والصورة
من خلال الكاميرات الرقمية الأمامية والخلفية أو عن طريق برامج الاختبارات الإلكترونية أو خلال الندوات والمؤتمرات عبر منصات التعليم الإلكتروني منصة مودل المنتشرة حول العالم كأفضل منصة للتعليم الإلكتروني التابعة للجامعة لما لها من سهولة في نشر المحتوى العلمي كالدروس والمحاضرات والامتحانات وكل ما يخص التعليم من بين الوسائل التي تساعد على تقييم المقابلات الشخصية التي يقوم بها الطالب ومنها نقوم بالحكم على أدائه المعرفي وتصريحي الامتحانات الإلكترونية القصيرة التي تبرز مهارات الطالب وما مدى مقدرته على استرجاعه للمعلومات الاختبارات الشفوية التي تقوم بمعرفة مدى استيعاب الطالب للمعلومة الواجبات المنزلية التي توكل للطالب لأنها تحتاج إلى التفكير العميق ومنها معرفة الطالب إلى أي حد تصل استنتاجاته وما مدى موثوقيتها منتديات النقاش التي تسمح بتبادل الآراء ومختلف وجهات النظر بين الطلاب وتعزز التبادل الفكري والمعرفي المشاريع التعليمية والبحثية في مجموعة أو منفردا وهي تقييم الطالب على مستوى شغفه للبحث والمطالعة واكتساب المعلومة يعتبر التقويم أكبر فرصة لدى المتعلم لإبراز قدراته ومهاراته ومدى اكتسابه للمعلومات التي بها يتم توجيهه وتحديد مستواه المعرفي لزيادة إمكانية نجاحه والتقليل من نسبة رسوبه يعتبر التعليم عن بعد حلا استراتيجيا وداعما خلال الأوبئة والأزمات ولا يزال في تطور مستمر بسبب التقدم الهائل للتكنولوجيا في مجال الاتصالات والمعلومات وذلك بتطور وسائله وتقنياته رغم العيوب التي نتجت عن هذا النظام التعليمي لا ننسى سبب اهتمامه الزائد لدى منظومة تعليمية وقد ساعد الطلاب والمعلمين على اتخاذه لما له أهمية كبرى تتجلى في ربح الوقت والتكلفة والجهد وذلك بفضل منصة التعليمية التفاعلية التي تقدم المحتوى العلمي والدراسي من دروس ومقررات دراسية للحصول على أكبر قدر من المعلومات التي تزيد من نسبة كفاءة الطالب ومستواه التعليمي وينمي فكره وقدراته لكن إلى أي مدى يمكن أن يصل مستقبلا؟ وهل يتم الاستغناء عن التعليم التقليدي لاحقا؟ شكرا شكرا للطالبة على هذا العرض القيم وأنا أحييك على استخدامك يعني فصاحتك في اللغة العربية رغم أن دراستك مؤكد أنها بلغة أجنبية أخرى بالإنجليزية وبالفرنسية هذا شيء جميل فقط فيما يخص كلمة التكنولوجيا الإعلام كنت أشرت إلى هذه الملاحظة في جلسة غير هذه التكنولوجيا الإعلام ليست هي تكنولوجيا المعلومات لأن كلمة إعلام هي ميديا يعني لو نلاحظ أو نراعي الترجمة نعم فتكنولوجيا المعلومات أو تكنولوجيا الإعلام متضمنة في تكنولوجيا المعلومات لأن تكنولوجيا المعلومات تشمل المعلومة الصحفية في الإعلام وغيرها من المعلومات فاي تي سي انفورميشن ليست هي ميديا يعني لكن رغم هذا يعني عرضك ممتاز ولست الوحيدة التي تخطئين في هذه الكلمة بل هي أحيانا تأتي حتى في بعض المراسلات الرسمية على مستوى الوزارة مع الأسف أنهم يترجمون كلمة انفورميشن اي تي سي انفورميشن تكنولوجي إلى كلمة تكنولوجيا الإعلام فيقصون بذلك مختلف أنواع المعلومات الأخرى ليقتصروا على المعلومة الصحفية هذه الملاحظة ليست لك وحدك فقط وأنا أشكرك على عرضك القيم والتعليم الإلكتروني نعم وأشجعك على هذا يعني الورقة البحثية الممتازة والتعليم الإلكتروني لا يقتصر فقط على فترة الأزمات بل هو في بعض الأحيان يعني له يعتبر منفذا وحلا اقتصاديا في بعض الدول وجائحة كورونا اليوم هي التي جعلت الجميع يعود إلى هذا أو يعيد الاعتبار وإعادة النظر نعم لهذا النوع من التعليم بل حتى في حياتنا الخاصة المجتمعات التي تمارس أو طبقت تكنولوجيا المعلومات في حياتها سواء في التجارة أو في الطب وفي غيرها لم يعني تجد عائقا كبيرا أو لم تشل هذه الجائحة نشاطاتها اليومية في حين أن المجتمعات التي قد تمتلك أنترنت وبنى تحتية
أخرى لاستخدام التكنولوجيا في حياتها لم تنتبه لهذا الأمر، فراحت يعني تجري لكي تعيد النظر في إدراج أو تطبيق تكنولوجيا المعلومات في مختلف نشاطات الحياة، سواء في التعليم أو الصحة أو التجارة أو غيرها من مجالات الحياة. أشكرك مجددا، ونمر إلى الورقة البحثية الموالية المتعلقة بطالبة الدكتوراه هتهوت فاطمة وطالب الدكتوراه العوج خديجة. الإطار القانوني والتنظيمي للتعليم الإلكتروني بين الواقع والمأمول والرهانات المستقبلية. وكما تلاحظون يعني الحمد لله أنه هذه حتى الأوراق البحثية في هذه الجلسة كانت متنوعة بين الجانب التقني وبين الجانب التطبيقي وحتى بالجانب القانوني، وهذا هو يعني التعليم الإلكتروني يجب أن يراعى من مختلف الجوانب لإقام عملية أو نظام تعليمي إلكتروني حقيقي وناجح. تفضلي يا أستاذة هتهوت في 10 دقائق. شكرا. السلام عليكم أساتذة الكرام، نشكركم بدء السلام على الجميع. نشكر القائمين على هذا المؤتمر الدولي والساهرين عليه. فكما تفضلت سيدي الرئيس، مداخلتي تكون بعنوان الإطار القانوني والتنظيمي للتعليم الإلكتروني بين الواقع والمأمول والرهانات المستقبلية. فنقول بأن التغيرات التكنولوجية الحديثة والسريعة شملت جميع مناحي الحياة، فأصبحت ضرورة ملحة لمواكبة هذا التطور، لا سيما في مجال التعليم، خاصة في ظل التعليم الداعم لأي تطور في أي مجال، واحتدام التنافس المخموم في الوقت الحالي مع المطالبة بالجودة الشاملة، مما دفع بالمؤسسات الإنتاجية العالمية الكبرى للتكنولوجيا الحديثة المسارعة للتربع على سلم السوق العالمية الدولية من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا بكافة صورها، وهذا لضمان الجودة المنشودة خاصة في الوضع الحالي وما يواجهه النظام التعليمي من مطالب لزيادة الكم الساعي والإنتاجي دون تحميل الدولة أعباء مادية. فظهر لنا ما يسمى بالتعليم الإلكتروني أو التعليم بواسطة استعمال وسائط ودعائم إلكترونية. فما هو دور التعليم الإلكتروني لتعويض الاختلالات في هذا المجال؟ وما هو الإطار التنظيمي والقانوني المناط به؟ وما هي الآثار هذا النوع من التعليم الإلكتروني على المجتمع الجزائري؟ لذلك قسمت دراستي من خلال محورين. المحور الأول ويتضمن الإطار والقانوني للتعليم الإلكتروني، أما المحور الثاني فخصصته لآثار هذا التعليم على المجتمع الجزائري. أما المحور الأول نتطرق فيه إلى الإطار التنظيمي والقانوني للتعليم الإلكتروني. نقول بأن التعليم الإلكتروني مراحل عديدة يقسمه الباحث، فيرى الباحث ألفان تولر بأن البشرية مرت بمرحلتين، أو بمعنى مرحلتين إن صح التعبير، لأن المرحلة الثالثة المعلومات. فالمرحلة الأولى كانت عبارة عن مرحلة الزراعة وارتباط الإنسان بخدمة الأرض وما إلى ذلك. المرحلة الثانية هي مرحلة الصناعة وانتقال المجتمع البشري من مرحلة الزراعة إلى الصناعة. أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة المعلومات، يؤرخ لها المؤرخون من سنة 1956، إذ أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أول قوة، فقد تحول أكثر من 50% من العاملين فيها من مجال الزراعة إلى مجال الصناعة، ليتم بعدها تدشين عصر ما بعد التصنيع وهو عصر الإعلام والمعلومات. كما لا ننسى دور كذلك قول المؤرخ العربي ابن خلدون من الطرق التقليدية العقيمة في التعليم، لا سيما في القرآن الكريم، فقد أكد على أهمية الحواس في التعلم كمدركات موجودة في محيط التعلم. كما أن لهذا التعليم الإلكتروني عدة مفاهيم، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المصطلح الأكثر شيوعا لهذا النوع من التعليم هو مصطلح التعلم الإلكتروني وليس التعليم الإلكتروني. والسبب في ذلك أن عملية الرقابة أو السيطرة على عملية التعليم نفسها انتقلت من الأستاذ إلى الطلبة في التعلم عن بعد أو التعلم الإلكتروني. كما عرفه الأستاذ الغريب زاهر إسماعيل أن التعليم الإلكتروني هو تعليم استخدام الانترنت وأجهزة الكمبيوتر، وذلك لنقل المهارات والمعرفة إلى الطلاب. ولهذا التعليم الإلكتروني عدة مصطلحات مشابهات لها، نذكر على سبيل المثال التعليم عن بعد والذي ظهر سنة 1982 بالمملكة المتحدة أي بريطانيا، وكان ذلك وتجسدت هذه الفكرة سنة 1989. كذلك التعليم المدمج بين التعليم الإلكتروني
التعليم التقليدي، التعليم الشبكي، التعليم الموزع، التعليم بالإنترنت، الاتصال بواسطة الكمبيوتر، الكمبيوتر كمساعد تعليمي، التعليم الافتراضي أي توظيف تكنولوجيا الاتصالات في توصيل المعلومات والتعايش معها إلكترونيا. فكلمة افتراضيا تعني تعايش الطالب مع المعلومات الخيالية على عكس التعلم بالمحاكاة مع الواقع. فنقول بأن التعليم التنظيم القانوني والهيكلي لهذا التعليم الإلكتروني حتى يكون وفق نسق منظم لابد له من مكونات، من ذلك الملقن أو الأستاذ المكون في مجال وتقنيات الوسائط لابد من تكوينه، كذلك المتلقي أو الطالب الذي يتلقى المعلومات لابد كذلك من تكوينه، والطاقم الدعم التقني المتخصص وذلك عن طريق تشغيل وصيانة الأجهزة المرتبطة بتكنولوجيا الاتصالات تجهيزات وأجهزة خدماتية لكل من المعلم والمتعلم، كما لابد له من وجود متطلبات من ذلك بناء بنية تحتية شاملة وملمة لجميع الاتصالات الإلكترونية، تدريب الأساتذة والمعلمين والمتعلمين على بناء مكاهج إضافة لمواد تعليمية، برامج الفعالة لإدارة العملية التعليمية خاصة أدل على ذلك هذا الملتقى الذي تم برمجته عن طريق هذا التواصل عن بعد كذلك. وقد واكبت الجزائر هذا التعليم الإلكتروني عن طريق تنظيم قانوني وإداري، من ذلك التنظيم للموارد البشرية والمادية في هذا المجال، ويتم ذلك من خلال إقامة محاضرات مرئية تدمج كل المؤسسات التعليمية. وقد دخلت الجزائر هذه التجربة من خلال الجامعة الافتراضية بداية من الدخول الجامعي 2009-2010 عن طريق تزويدها بمخابر بحث افتراضية، كذلك اللجنة الوطنية للتعليم الافتراضي، كذلك اللجان الجهوية للتقييم. ونذكر كذلك القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 يونيو 2002 والمتضمن إحداث مراكز جهوية للتعليم عن بعد، كذلك المرسوم التنفيذي رقم 149-90 المؤرخ في 26 ماي 1990 المتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها، كذلك القرار المؤرخ في 8 سبتمبر 2013 والذي يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن تقوم بها جامعة التكوين المتواصل. كما قامت الجزائر بعدة شراكات مع مؤسسات أجنبية، وهذا من أجل دعم التعليم الإلكتروني، كمشروع ابن سينا، اليونسكو، اللجنة الأوروبية، وبرنامج التعاون مع سويسرا والجامعة الرقمية أواف، مقرها جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار، الشبكة الجزائرية للبحث آران، مشروع إيديا ليقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل سياسات الإصلاح في التعليم المعتمد من طرف بلدان آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية وبلدان البحر المتوسط، من ضمن مشروع إنترنت لتطوير التعليم عن بعد بالجزائر، مشروع التعليم عن بعد كذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة السويسرية، مشروع FPD وأوراس، المبادرة من جامعة بجاية هي التعليم الازدواجي حضوري وافتراضي. كذلك لهذا التعليم الإلكتروني كان له آثار على المجتمع الجزائري، فقد تم توسيع مجال الخبرات التي يمر بها الفرد، حيث تتاح للطلبة فرص المشاهدة والاستماع والتأمل والتفكير، كذلك مواكبة التغيرات في مجال المواكبة والتطورات، كذلك والتطور السريع في مجال العلم والتكنولوجيا، معالجة اللفظ والتجريد وهذا باستخدام الوسيلة المناسبة حسب الموقف التعليمي، التغلب على الحدود المكانية والزمانية. كذلك هذا التعليم الإلكتروني جاء لمجابهة ومواجهة المشكلات التعليمية خاصة أمام التزايد الهائل لعدد الطلاب، كذلك علاج مشكلة زيادة الكم المعرفي والزخم في مجال المعلومات، كذلك المساعدة في القضاء على المشكلات الأمية وهذا عن طريق استخدام الوسائط الإلكترونية عبر الصورة والصوت. ولا ننسى أن لهذا التعليم الإلكتروني معوقات، من ذلك من ناحية المتعلمين نذكر على ذلك نجمل بعض المعوقات، من ذلك صعوبة الحصول على الوسائط الإلكترونية من حاسوب والاتصال بشبكات الإنترنت، اللبس وصعوبة الاستيعاب، كذلك نذكر هنا نقطة مهمة صعوبة العمل بالتعليم الإلكتروني في بعض المقاييس والمواد لذا تتطلب من الحضور من كل من بكل من المتعلم والمعلم، صعوبة التأقلم مع التعليم الإلكتروني خاصة بعدما كان تعليما حضوريا، لابد نحن من الدول النامية لابد لنا من التدريج من وضعية تدريجات لذلك، كذلك من ناحية المعلمين صعوبة وجد ومعرفة مدى تحكم الطالب في آليات التكنولوجيا، كذلك الجهود والتكاليف المادية، صعوبة تلقين بعض المواد عبر الوسائط الإلكترونية التي ستتطلب الحضور، الحماية القانونية لحقوق الطبع من المصادر التعليمية، كذلك ضعف البنية التحتية، صعوبة تقويم الطلاب من خلال هذا النمط من التعليم، عدم اعتراف بعض الجهات الرسمية بالشهادات التي تمنحها الجامعات الإلكترونية. كذلك ننتقل إلى أنه الجزائر
ولإنجاح هذا التعليم الإلكتروني لابد من توفير قواعد، من ذلك تأمين قواعد البيانات، وهذا من خلال إحاطتي لهذا النظام وحجبه باستثناء المشتركين إذ لا يسمح لغيرهم بالولوج إلى بيئة التعليم. كذلك البناء الفني، وذلك من خلال صيانة الأجهزة والمعدات والوسائط، الإطار التنظيمي الإداري، وذلك عن طريق الكفاءات البشرية المسيرة للإدارة، الدعم القانوني والتشريعي، من ذلك نجمل على نختصر المادة 65 من الدستور الجزائري، الحق في التربية والتعليم مضمونان، مرسوم الرئاسي رقم 442/20 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020. فنقول ختاما، نقول بأن التعليم الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة، خاصة ونحن في خضم هذه الظروف، ولعل أدل على ذلك قيام هذا المؤتمر عبر هذه التقنية. كذلك تدني المستوى التعليمي التقليدي الحضوري، وجود قصور في توصيل المعلومات للطلاب، فكل هذه النتائج تدعو من المشرع وكل من القائمين على البرامج التعليمية على الاعتبار والاهتمام بهذا النوع من التعليم، وكما ينبغي على المشرع العناية بهذا النمط من التعليم خاصة في الآونة الأخيرة، إذ أصبح ضرورة حتمية، مما ينبغي وضع النصوص القانونية والتنظيمية لهذا النمط من التعليم من قواعد قانونية منظمة لها، وفرض عقوبات على اختراق هذا النمط من التعليم أو التلاعب بمؤسساته، وكذا فرض الحماية القانونية له ولمؤسساته وللعاملين عليه، لأن هذا النمط من التعليم في الجزائر يفتقد إلى النصوص التشريعية، هناك فراغ في النصوص الشرعية المنظمة له، وكل هذا من أجل العمل على تحسين المنظومة التعليمية ومواكبة التطورات العالمية في تكنولوجيا الإعلام والاتصال. ونشكر الأساتذة الكرام والقائمين على هذا الملتقى، وشكرا. شكرا طالبة الدكتوراه هتهوت فاطمة على هذه الورقة البحثية القيمة التي لامست وعالجت الجانب المتعلق ب التشريع والتنظيم في التعليم الإلكتروني. وبالفعل أن ما قدمته الطالبة يلامس محاور المؤتمر، وأنوه بالسادة المشاركين بإرسال التوصيات على بريد المؤتمر حتى نستطيع إدراجها في، يعني تقوم لجنة التوصيات بعملها في متسع من الوقت. فرجاء من لديه أي توصية تحويلها على البريد الإلكتروني للمؤتمر. سنبقى في التعليم الإلكتروني الرقمي، ولكن هذه المرة في تحسين أداء الجامعات، نعم، في خلال الجائحة، لدكتوراه أسماء زدوري وطالبة الدكتوراه نورة قدوش، هما موجودتين معنا. السلام عليكم. البحثية المعنونة بدور التعليم الرقمي في تحسين أداء الجامعات في ظل جائحة كورونا، جامعة العرب تبسي نموذجا، والأستاذتين من جامعة قلمة، فلتتفضلان في 10 دقائق. شكرا جزيلا أستاذة، السلام عليكم. تحية طيبة عطرة لجميع الباحثين ولكل الأساتذة الأفاضل وكل القائمين على هذا الملتقى. أنا في التقديم طالبة الدكتوراه قدوش نورة، طالبة سنة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المداخلة: دور التعليم الرقمي في تحسين أداء الجامعات في ظل جائحة كورونا. الدراسة الميدانية كانت بجامعة العربي تبسي نموذجا. المقدمة: في ظل الأزمة التي شهدت انتشار وباء فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، قررت منظمة الصحة العالمية الإعلام عن حالة طوارئ بسبب تزايد وكثرة الإصابات بفعل الانتشار السريع لهذا الفيروس في العالم. فالوضع الاستثنائي جعل كافة الدول العامة والجزائر خاصة تعمل على اتخاذ كامل الإجراءات والتدابير اللازمة بجدية وصرامة لمواجهة هذا الوباء، لتقليل من الإصابات والوفيات في انتظار التخلص منه نهائيا من خلال التوصل إلى وجود لقاح فعال وعلاج مناسب له. ومن بين أهم التدابير والإجراءات التي تقلل وتمنع من العدوى والانتشار، عملت الجزائر على وضع بروتوكول صحي، وذلك بفرض إجراءات التباعد الاجتماعي عن طريق غلق كل المدارس والمعاهد والجامعات، وهذا الانقطاع المستمر عن الدراسة
دفع الجامعات لتبني التعليم الرقمي كبديل للتعليم الحضوري، ولتمكن الجامعات من أداء مختلف نشاطاتها وتحقيق أهدافها المسطرة لاستكمال ونجاح السنة الدراسية 2019-2020 وحتى هذه السنة الحالية، حيث أن التعليم الرقمي يعتبر أساسياً فعالاً في ترسيخ مختلف المعلومات والبيانات في البيئة التعليمية، ويعمل على تثبيتها واسترجاعها في مختلف المواقع الضرورية لاستخدامها استخداماً أمثل. حيث تمثلت إشكالية الدراسة، ما هو دور التعليم الرقمي في تحسين أداء جامعة العربي التبسي في ظل جائحة كورونا؟ أما فرضيات الدراسة، للإجابة على كافة التساؤلات فيما يخص هذه الدراسة، تمثلت الفرضية الأولى أنها لا تتبنى جامعة العربي التبسي التعليم الرقمي كاستراتيجية وتوجه إداري حديث. الفرضية الثانية، لا تهتم جامعة العربي التبسي برفع أداء الجامعة. أما الفرضية الثالثة، أنها لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 5% بين التعليم الرقمي وأداء جامعة العربي التبسي. وهدفت هذه الدراسة إلى تناول المفاهيم النظرية المتصلة بمفهوم التعليم الرقمي وأداء الجامعات، التعرف على مستوى التعليم الرقمي في جامعة العربي التبسي، كذلك توضيح دور استراتيجية التعليم الرقمي في تحسين أداء جامعة العربي التبسي، وفي الأخير طبعاً هو تقديم مقترحات وتوصيات للجامعة فيما يخص موضوع الدراسة. وطبعاً تطرقنا في المحور الأول إلى التعليم الرقمي، بما أن الزملاء قدموا العديد من التعريف للتعليم الرقمي، أقوم بتعريفه على أنه تقديم محتوى تعليمي إلكتروني عبر الوسائط المتعددة على الكمبيوتر وشبكاته إلى المتعلم، بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا المحتوى مع المعلم ومع أقرانه، سواء كان ذلك بصورة متزامنة أم غير متزامنة، وكذا إمكانية إتمام هذا التعليم في الوقت والمكان وبالسرعة التي تناسب ظروفه وقدراته، فضلاً عن إمكانية إدارة هذا التعلم أيضاً من خلال تلك الوسائط. مكونات التعليم الرقمي، يوجد مكون التعليمي وهي طبعاً يشمل الطلبة، الأساتذة، المواد التعليمية، الإداريون، الماليون، المكتبة، المعامل، مراكز الأبحاث والامتحانات. أما فيما يتمثل في المكون التكنولوجي، وهو يشمل مواقع على الإنترنت، الحواسب الشخصية، الشبكة، تحويل المكون التعليمي رقمياً، وكذلك توفر المكون الإداري، ويشمل أهداف التعليم الرقمي، فلسفة التعليم الرقمي، خطط وبرامج وموازنات التعليم الرقمي. المضمون، وهنا يقصد به كل ما يحتوي عليه عنصر التعلم من مادة تعليمية، سواء كانت نصية أو مرئية أو صورة ثابتة أو متحركة. كذلك النشاط، ويقصد به المهام والمشروعات المتضمنة داخل عنصر التعليم لكي تتيح للمتعلم التدرب والفهم. وكذلك المكون الأخير، التقويم، ويقصد به التأكد من تحقيق الهدف التعليمي لعنصر التعليم. طبعاً تطرقنا إلى محور آخر وهو جائحة كوفيد كورونا، ولكن سأمر إلى المحور إلى العلاقة، وهو التعليم الرقمي ودوره في تحسين أداء الجامعات في ظل جائحة كورونا. أهمية التعليم الرقمي في الجامعات خاصة في ظل جائحة كورونا، وجدنا أنه ألقت أزمة فيروس كورونا بظلالها على قطاع التعليم، إذ دفعت الجامعات والمؤسسات التعليمية لإغلاق أبوابها تقليلاً من فرص انتشاره، وهو ما أثر قلقاً كبيراً. كل هذا دفع بالمؤسسات التعليمية للتحول إلى التعلم الرقمي كبديل طال الحديث عنه والجدل حول ضرورة دمجه في العملية التعليمية في الجامعات، حيث تزايد أهمية استخدام التعلم الرقمي في الجامعات نظراً لما يتمتع به من مميزات تشجع على استخدامه من غيره من أساليب التعلم التقليدية. ورغم ما تعانيه الدولة من مشاكل، أن تطبيق التعليم الرقمي ومع ارتفاع تكلفته سوف يساهم في حل هذه المشاكل وإحراز التقدم والتطور في مختلف الميادين. وهذا ويرى العديد من الباحثين أن التعلم الرقمي في الجامعات يحتاج إلى وجود استراتيجية واضحة المعالم، بحيث لا يصبح تقليدياً أو
أو تظاهرة باستخدام التكنولوجيا، وإنما ينبغي أن يتجسد في تطوير أداء الجامعة والمجتمع وترقية الحياة المجتمعية، حيث يلعب التعلم الرقمي دورا كبير في تحسين وتطوير العملية التعليمية. نتمنى أن لا يكون فقط متاح في الظروف الاستثنائية، ولكن حتى في الحياة العادية. ومن إجراءات التعليم الرقمي المتبعة ظل جائحة كورونا، وهي إدراج التعليم عن بعد لاستكمال السنة الدراسية. طبعاً تم توفير منصة رقمية، تنظيم كافة الملتقيات والاجتماعات والأيام الدراسية عن بعد، استخدامات التكنولوجيا الحالية في التعليم في ظل تفشي فيروس كورونا. توجد العديد من التطبيقات، منها تطبيق زوم، وهو التطبيق الذي يستخدم لتنظيم الاجتماعات واللقاءات بجودة عالية، حيث يتيح البرنامج التفاعل بين المحاضر والطالب وكافة الفاعلين على التطبيق. يوجد كذلك تطبيق جوجل كلاس روم، تطبيق جوجل ميت، وغيره من التطبيقات التي ساعدت على التعليم عن بعد. وأذهب إلى الدراسة الميدانية بجامعة العربي التبسي، حيث قمنا بتصميم استبيان موجه للأساتذة الجامعيين. وأذهب إلى اختبار الفرضية. الفرضية الأولى كانت مضمونها أن جامعة العربي التبسي لا تتبنى التعليم الرقمي كاستراتيجية وتوجه إداري حديث. من خلال الدراسة والتحليل الإحصائي قمنا برفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة، وذلك بعد حساب الانحراف المعياري والوسط الحسابي واختبار قيمة تي. وجدنا بأن جامعة العربي التبسي تتبنى التعليم الرقمي كاستراتيجية وتوجه إداري حديث. أما فيما يتعلق بالفرضية الثانية، أن جامعة رفع أداء الجامعة، وجدنا بأنها تؤكد على رفع أداء الجامعة من خلال تبني التعليم الرقمي. وأذهب مباشرة إلى نتائج الاستبيان، وجدنا أن جامعة العربي التبسي تتبنى التعليم الرقمي كاستراتيجية وتوجه إداري حديث، كما أنها تهتم برفع أداء الجامعة من خلال دراسة ميدانية. يمكن القول بأن جامعة العربي التبسي تهتم بتحسين أداء الجامعة، وذلك لغرض تنمية وتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس والأفراد العاملين وإنعكاساته على مستوى الطلبة وجودة التعليم. ووجدنا أن يوجد من خلال نتائج استبيان أن هناك علاقة بين التعليم الرقمي ورفع مستوى أداء جامعة العربي التبسي. وأصل إلى الخاتمة، ونستنتج من خلال هذه الدراسة النظرية والميدانية أن التعليم الرقمي له دور استراتيجي فعال في قطاع التعليم العالي، لاسيما في ظل تقدم التكنولوجيا الهائل، حيث ساهم في نجاحها من خلال مزاولة نشاطها في الظرف الاستثنائي بسبب تفشي هذا الفيروس. وكنتائج، فالتعليم الرقمي ينمي ويسهل عملية التواصل بين الأساتذة والطلاب، يمنح الطلبة مهارات التعلم المستقل والتعلم الذاتي. وساهم التعليم الرقمي بجامعة العربي التبسي على إتمام السنة الدراسية بنجاح. وأشكر الجميع على المتابعة والإصغاء، وشكراً لسيد رئيس الجلسة. شكرا على هذا العرض القيم أستاذة أستاذة أسماء والأستاذة نورة قدوش. برمجية زوم، صحيح أنه تم ذكرها في ورقتين بحثيتين في هذا في هذه الجلسة، ولها خصائصها يعني وإيجابياتها، التي من بينها على سبيل المثال يعني قضية التحكم في المتلقي للمعلومة، فيمكن ولكن من عيوبها أنها تحتاج إلى دفع بعض التكاليف، خصوصا إذا كان عدد الحضور يعني يفوق 100 متدخل على سبيل المثال. وأيضا في قضية الوقت، وإن كان هذا ليس عائقا في الحقيقة، من المفروض أنه تشترك الجامعات، وأن هذا الأمر أصبح ضرورة اليوم لحجز قاعات ومدرجات
رقمية إن صح التعبير على شبكة الإنترنت بالمقابل لتكون مكانا لعقد مؤتمرات أو عقد مثلا ندوات أو حتى للتدريس، لأن هناك بعض الجامعات على سبيل المثال تعمل بهذه البرمجية. ولكن المشكل الذي قد يطرح هو قضية التدفق الانترنت بالنسبة لبعض المناطق التي لا تتوفر فيها شبكة الانترنت. شكرا يا أسماء زدوري ويا نورة قدوش من جامعة العربي تبسي، ونبقى في الشمال الشرق الجزائري مع شكرا جدا أستاذ، علما أنني قدوش نورة طالبة الدكتوراه من جامعة جالمة وكانت الدراسة بجامعة العربي تبسي. نعم نعم، سنبقى في الشرق الجزائري في المسيلة في جامعة المسيلة، ومع الأستاذة حفصة بن تومي ورضا بن الأستاذ رضا بن تومي. والتعلم عن بعد، التعليم الإلكتروني نموذجا، فليتفضلا مشكورين في 10 دقائق. الأستاذة حفصة هل أنت هنا؟ نعم سيدي رئيس، فضلي في 10 دقائق. بسم الله والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية السلام عليكم وتحية طيبة للجميع. نحاول وباختصار تطرق في هذه المداخلة تحت عنوان التعلم عن بعد، التعليم الإلكتروني نموذجا. مداخلتنا ترتكز على بعض مفاهيم التعلم عن بعد والتعليم الإلكتروني، أنواع التعليم الإلكتروني، أشكال التعليم الإلكتروني ومميزاته وعيوب التعليم الإلكتروني. إن التطور والتقدم الحاصل في مجال التكنولوجيا التعليم أدى إلى ظهور أنماط جديدة في العملية التعليمية، حيث ساهمت التطورات التقنية في عصر الثورة التكنولوجية إلى ظهور هذا النوع من التعليم، وهو التعليم الإلكتروني، والذي ظهر في منتصف التسعينيات كنتيجة للانتشار الواسع للتكنولوجيا المعلومات، بحيث تمكنت المؤسسات التعليمية من استغلال هذه التقنيات الحديثة، وأصبح التعليم الإلكتروني أحد الأساليب الضرورية المطلوبة في العملية التعليمية من أجل الطالب والأستاذ، من أجل أن يتمكن الطالب والأستاذ من الاستفادة من هذا النمط من التعليم. فالتعليم عن بعد هو أحد الأساليب التعليم الذاتي التي أفرزتها تكنولوجيا التعليم حديثا، وهو في أصله تعلما فرديا، لكنه أدى إلى تعزيز نظام التعليم المفتوح ونظام التعليم المستمر. هناك العديد من التعريفات لمصطلح التعليم الإلكتروني، فهو طريقة للتعليم باستخدام آليات الاتصال الحديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات الإنترنت سواء كان عن بعد أو في الفصل الدراسي. فالتعليم الإلكتروني هو استخدام التقنية بجميع أنواعها وإيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة. هناك 3 أنواع للتعليم الإلكتروني: التعليم الإلكتروني المتزامن، التعليم الإلكتروني الغير المتزامن، التعليم المدمج. وهناك أدوات للتعليم الإلكتروني المتزامن هي الفصول الافتراضية، المؤتمرات عبر الفيديو، غرف المحادثة. أما أدوات التعليم الإلكتروني الغير المتزامن هي البريد الإلكتروني، القوائم البريدية، الأقراص المدمجة. ومن أشكال التعليم الإلكتروني: التعليم الإلكتروني باستخدام الأقراص المدمجة، التعليم الإلكتروني باستخدام الكتب الإلكترونية، التعليم الإلكتروني باستخدام الإنترنت. مميزات التعليم الإلكتروني: التعليم الإلكتروني يزيد الفاعلية في دور الطالب أثناء عملية التعلم، ويجعله ذو دور أساسي في هذه العملية وليس ثانوياً. ينمي لدى الطالب مهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر، وكذا البحث عن المعرفة. التعليم الإلكتروني يجعل التعليم أكثر جاذبية وإثارة للطالب. يتيح التعلم الإلكتروني إمكانية إيصال المعلومة من خلال وسائط مختلفة، مرئية أو مسموعة أو مقروءة.
سهولة وتعدد طرق تقييم تطور تعلم الطالب. يسهم التعليم الإلكتروني في تنمية التفكير وإثراء عملية التعلم. يعطي الحرية والجرأة للطالب في التعبير عن نفسه. عيوب التعليم الإلكتروني: لا يرتكز التعليم الإلكتروني على كل الحواس، بل هي حاستي السمع والبصر فقط دون بقية الحواس. يحتاج التعليم الإلكتروني إلى إنشاء بيئة تحتية، بنية تحتية من أجهزة ومعالم وخطوط اتصال بالإنترنت. يتطلب تدريب مكثف لأعضاء هيئة التدريس والطلاب على استخدام التقنية الحديثة قبل بداية تنفيذ التعليم الإلكتروني. يحتاج إلى أعضاء هيئة التدريس ذوي تأهيل عالي للتعامل مع مستحدثات التكنولوجيا المستخدمة في هذا النوع من التعليم. كما يحتاج أيضاً إلى هيئة إدارية مؤهلة للقيام بالعملية وإلى مختصين في إعداد وتصميم البرمجيات التعليمية. يفتقد التعليم الإلكتروني إلى التواجد الإنساني وإلى العلاقات الإنسانية بين المعلم والطالب والطلاب مع بعضهم. ينظر إلى المجتمع في بعض الدول إلى أن خريجي نظام التعليم الإلكتروني في أقل كفاءة. الخاتمة: يشهد العصر الحالي الكثير من التغيرات السريعة التي تعد الثورة التكنولوجية المتقدمة من أهم ما يميزه، خاصة بعد ظهور تقنيات حديثة في التعليم والتعلم، فأصبحت جزءاً لا يتجزأ من منظومة التعليم الحديثة، وانبثقت منها عدة تعريفات وأنواع للتعلم، ومن بينها التعليم الإلكتروني، وهو استخدام كل التقنيات الإلكترونية المتاحة والمتمثلة في جهاز الكمبيوتر والوسائط المتعددة مثل الفيديو والنصوص المقروءة والمكتوبة والمكتبات الإلكترونية والأقراص المدمجة للوصول إلى المواد الدراسية والتعليمية، إما داخل غرفة الصف التقليدي أو خارجه. فالتعليم الإلكتروني يعتبر وسيلة من وسائل التعليم عن بعد، وفي ظل الظروف الراهنة توجهت كل المؤسسات التعليمية في العالم أجمع إلى أسلوب التعليم الإلكتروني بشتى أنواعه وأشكاله وإيجابياته وسلبياته، وذلك سعياً إلى استمرار عملية التعليم والتعلم، فغدت فرصة التعليم متوفرة للجميع. وفي الأخير جزيل الشكر إلى جامعة أدرا وإلى كل الحاضرين، وشكراً. شكراً يا أستاذة حفصة بنتومي والأستاذ رضا بنتومي على ورقتكم البحثية المتميزة، و للورقة ما قبل الأخيرة المتمثلة بمعنونة بمدى نجاح تقنية التعليم عن بعد في أو من وجهة نظر طلاب الجامعة في ظل جائحة الكورونا. سيقدم هذه الورقة الأستاذة يمينة السعدية إن شاء الله دكتور، والأستاذة فتيحة بالعسلة، ولعلهما تقصدان في عينة دراستهما جامعة زيوزو أو المدرسة العليا، لا أدري أي العينات في الدراسة. فللمتدخلتين الكلمة في 10 دقائق، تفضل مشكورتين. إن شاء الله. مرحبا دكتور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نرحب بالحضور الكريم عبر هذا الفضاء العلمي الإلكتروني. نرحب بكل المؤطرين للملتقى من رئيس ومنظمين من قريب أو من بعيد، كما نرحب بالدكاترة والأساتذة طلبة الدكتوراه كل المشاركين فيه. معكم طالبة الدكتوراه ميداس يمينة السعدية، سنة رابعة دكتوراه بجامعة تيزي وزو، مع المشرفة فتيحة بالعسلة من جامعة التعليم المدرسة العليا للتعليم. تعليم الأساتذة تقوم بتقديم المداخلة الطالبة ميداس يمينة السعدية. نشكركم على أن أتحتم لنا فرصة كهذه ضمن فعاليات الملتقى الدولي المعنون بطرق وأساليب استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، واقع وتحديات. مداخلتنا تتمحور بعنوان مدى نجاح تقنية التعلم عن بعد من وجهة نظر طلاب الجامعة في ظل جائحة كوفيد-19. اتخذنا طلبة جامعة الوادي الشهيد حمل أخضر بالوادي نموذجا.
وذلك ضمن المحور الثالث للملتقى المعنون بالتعليم عن بعد وسائله متطلباته طرق التقييم. وقد سبقني في الجلسة، خاصة الجلسة 11، العديد من الأساتذة الذين قدموا حول هذا الموضوع، ودخلتنا هذه ارتأينا فيها أن نتعرف على مدى نجاح هذه التقنية التي طبقت بشكل فجائي مع طلبة الجامعة الجزائرية بشكل عام أثناء جائحة كوفيد-19، حيث أن العالم مؤخرا وبصفة عامة اتجه نحو استعمال وتطبيق التكنولوجيات الحديثة في العمليات التعليمية، وذلك نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19 ومستجدات الأزمة الحياتية التي نتجت عنها، والتي أجبرت الجميع على المكوث في البيوت واتباع البروتوكولات الصحية لأجل السلامة العامة. وحيث أن الجزائر كانت من ضمن البلدان السباقة لتطبيق الحجر الصحي في مختلف القطاعات، فقد التزمت الوزارات التربوية بأن تتجه لبدائل من أجل إتمام المناهج التربوية في ظل الأزمة التي نتج عليها تعليق الدراسة الحضورية في كل المؤسسات التربوية التعليمية إلى أجل غير معلوم. وهذا ما جعلها تلجأ إلى تطبيق مجموعة من الحلول للخروج بأقل الأضرار لجميع التلاميذ والطلبة عامة، فأصدرت قرارات وزارية حول إتمام المناهج ومختلف البرامج الدراسية واستمرارية التعليم عن طريق هذه التكنولوجيات الحديثة المتعددة الأساليب، وأهمها وأبرزها تقنية التعليم عن بعد، وهي التقنية التي استعملت على المدى الواسع في شتى دول العالم، حيث أقيمت من خلالها محاضرات عالمية ومؤتمرات علمية في جميع المجالات. وقد طغى أسلوب التعليم عن بعد على كل أنواع التعليم، إذ أنه يتماشى مع وضعية الحجر المنزلي والحجر الصحي، وبالرغم من أن ظهوره لم يتزامن مع جائحة كوفيد-19، بل تمتد جذوره إلى حقبة زمنية ماضية ربما تعود إلى السبعينات، إلا أن تطبيقه فعليا وعلى مستوى واسع تزامن مع الجائحة التي بسببها علق التعليم الحضوري في جميع مؤسسات التربية والتعليم. وتشير مشكلة الدراسة إلى السعي حول معرفة مدى نجاح تقنية التعليم عن بعد في الجامعات في ظل جائحة كوفيد-19. وقد اعتمدنا للوصول إلى نتائج البحث على أحد أساليب المنهج الوصفي، وهو أسلوب المنهج الوصفي الاستكشافي من خلال دراسة استطلاعية في أوساط طلبة جامعة الشهيد حما الأخضر بالوادي. حاولنا من خلالها معالجة التطرق إلى أهمية هذه التقنية، وحاولنا التعرف على الآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على هذه التقنية في العملية التعليمية، أيضا إلى الصعوبات التي يمكن أن يواجهها الطلبة في التعليم عن بعد، إضافة إلى إيجابيات وسلبيات هذا النمط من التعليم مقارنة بالتعليم الحضوري في الجامعة. هناك عناصر تقدمنا بها فقط نظريا، وأخرى قمنا بها التي كانت ستجيبنا على تساؤلات الدراسة قمنا بها ميدانيا، وذلك من خلال بناء استبيان وزعناه على طلبة جامعة الشهيد حما الأخضر بالوادي لأجل معرفة مدى نجاح التعليم عن بعد، خاصة في هذه الحقبة الزمنية من السنة الدراسية. لا نتكلم عن كل السنة أو السنوات القبلية. كان من أهداف الدراسة معرفة نجاح هذه التقنية في ظل جائحة كوفيد-19، خاصة على طلبة هذه الجامعة. أيضا قمنا بوضع سؤالين أساسيين لدراستنا: ما مدى نجاح تقنية التعليم عن بعد من وجهة نظر طلاب جامعة الشهيد حما الأخضر بالوادي في ظل جائحة كوفيد-19؟ التساؤل الثاني كان: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين طلبة الشعب العلمية والتقنية وطلبة شعب العلوم الإنسانية والاجتماعية حول نجاح تقنية التعلم عن بعد خلال جائحة كوفيد-19؟ وقدمنا فرضيتين لهذه التساؤلات، هي نجاح تقنية التعلم عن بعد من وجهة نظر طلاب جامعة الشهيد حما الأخضر بالوادي في ظل جائحة كوفيد-19. توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين طلبة الشعب العلمية والتقنية وطلبة شعب العلوم الاجتماعية والإنسانية حول نجاح تقنية التعليم عن بعد من خلال جائحة كوفيد-19. وبعد توزيع الاستبيان والحصول على الاستجابات لهذه الطلبة، قمنا بحساب عن طريق برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية لسبياسس، واستخرجنا عدة نتائج
التي من خلالها جاوبنا على تساؤلات الدراسة، حيث أن نتج من خلال هذه الدراسة تقريبا أنه لم تكن هناك نجاح كبير، أو نقول أن هذه التقنية كانت ناجحة بشكل معقول في ظل الجائحة، حيث أنه من خلال جداول الحسابات للاستبيان حول نجاح تقنية التعليم عن بعد من وجهة نظر طلاب الجامعة في ظل جائحة كوفيد 19، كانت النتائج أن تقنية التعليم عن بعد لم تنجح إلى حد بعيد، وذلك من خلال استجابات جميع الطلبة على جميع البنود، رغم أن هناك بعض الإيجابيات فيها حسب وجهتهم من خلال استجاباتهم حول بعض العبارات والتي تظهر من خلال البنود 5 والـ7 والـ10. وتعزي الباحثتين هذه النتيجة إلى عدم تطرق وتحضير الطلبة وتدريبهم من خلال دورات ومحاضرات لتعلم هذه التقنية في وقت سابق لهذه الأزمة قبل وقوع الجائحة فجأة، حيث أن الوضع المفاجئ الذي عايشه المجتمع عامة وطلبة العلم خاصة، والذي نتج عنه العديد من القرارات التي لم تكن في الحسبان، أدى إلى عدم نجاح هذه التقنية بشكل مقبول رغم إيجابياته الكثيرة. والأكيد لو أن هذه التقنية طبقت في ظروف مغايرة وبعد تحضيرات لازمة لها وتدريبات مكثفة خلال فترات سابقة والتشجيع على التعامل بها في مختلف المجالات، أي أن الأفراد يكونوا على دراية جيدة بها وبأساليبها واستعداد لها، لكانت ربما كنا سنتحصل على نتائج مغايرة لما تحصلنا عليه. أيضا بالنسبة للفرضية الثانية التي تنص على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين طلبة الشعب العلمية والتقنية وطلبة شعب العلوم الاجتماعية والإنسانية حول نجاح تقنية التعلم عن بعد من خلال جائحة كوفيد 19، والذي أدى بنا إلى وضع هذه المقارنة بين الشعب، حيث أن الشعب العلمية والتقنية في الأصل يكون يتطرق لمثل هذه البرامج التقنية، فكانت في ذهننا أننا سنتحصل على نتائج مغايرة يمكن أن تكون ناجحة بنسبة كبيرة بالنسبة لهم، أما بالنسبة لطلبة الشعب العلمية والاجتماعية والإنسانية ربما لا تنجح. لكن في النتيجة تبين لنا أنه تحصلنا على نفس النتائج، أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الشعبتين، حيث أن تدل يعني تقنية التعليم عن بعد التي طبقت فجأة في ظل جائحة كوفيد كورونا دلت على أنه لا يمكن لها أن تكون بذلك النجاح الذي يمكن أن نتوقعه لو كانت هناك تدريبات مكثفة وتكوينات لها من قبل. لذلك قمنا بتقديم بعض التوصيات في ختام هذه المداخلة لأجل ربما التحسين من هذه الوضعية في المستقبل. من خلال هذه التوصيات نقول: التوصية الأولى إقامة دورات تكوينية وتدريبية تقوم على تدريب الطلبة على تقنية التعليم الإلكتروني بكل أنواعه. توصية ثانية: تدريب الطلبة وتحضيرهم النفسي لمواجهة الضغوط والتأقلم مع الوضعيات المستجدة والفجائية مثل ما حدث معهم في ظل جائحة كوفيد كورونا، حيث علقت الدراسة الحضورية فجأة ودون سابق إنذار. أيضا ازدواجية التعليم، أي دمج طريقة التعليم عن بعد مع التعليم الحضوري يتسنى لهم فهمها والتمكن منها بطريقة أفضل. كذلك التوصية الأخيرة: العمل على دمج كل أساليب التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم والتعليم. خلال هذه المداخلة هنا نقول أننا قدمنا بعضا من مداخلتنا، ربما تكون أطول من ذلك، لكن مراعاة لعدم تجاوز الوقت المسموح نقول أننا أنهينا الورقة البحثية الخاصة بنا. وشكرا لكم دكتور على هذه الفرصة. شكرا جزيلا يا أستاذة فاتحة على عرضك يمينة القيم يمينة وعلى أستاذ احترامك لي. نعم، في يمينة الورقة، السعدية يمينة السعدية نعم، إذا المتدخل المشرفة يمينة هي السعدية. الأستاذة نعم فاتحة بالعسل، فاتح، نعم نعم المشرفة، نعم. نعم فيا شكرا أستاذة دكتور. يمينة أشكرك على احترامك للوقت، فالتزمت العفو بالوقت دكتور. بالثانية يعني، فأشكرك جزيل الشكر على العفو دكتور. الالتزام وعلى عرضك القيم لورقتك شكرا. البحثية التي لامست من خلالها الجانب الميداني ومدى يعني
التعلم الإلكتروني والتعليم الإلكتروني عن بعد من وجهة نظر الطلاب في الجامعة، العينة المذكورة التي كنا نتمنى أن تدرج يعني حتى في العنوان حتى يكون الأمر أوضح من هذا، ولكننا تعرفنا على هذا بعد متابعتنا الورقة البحثية، فشكرا مرة أخرى. ختام هذه الجلسة سيكون مع الوسائل المساعدة لنجاح عملية التعليم عن بعد في الجزائر، وسيقدم هذه الورقة البحثية الدكتور محمد مولودي الذي من حسنات هذا المؤتمر أننا نلتقي به في هذه الجلسة، وإنني أراه عن بعد فله 10 دقائق يتحفنا في ورقته البحثية الختامية، فليتفضل مشكورا دكتور مولودي. دكتور مولودي محمد هل تسمعني؟ دكتور مولودي الدكتور مولودي محمد إذا كنت تسمعني رجاء شغل الميكروفون و... نعم أسمعك أستاذ. تفضل يا أخي الكريم لك 10 دقائق. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على أجل العالمين قدرا وأشرفهم نسبا وأطهرهم نسلا، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر اللجنة المنظمة لهذا الملتقى الذي يحث على تتبع مدى قابلية الطالب لهذا التعليم ومدى استيعابه للمعلومات المقدمة، أضف إلى ذلك الوسائل التي من الممكن أن تساعدنا على نجاح عملية التعليم عن بعد. في البداية إن مصطلح التعليم عن بعد ليس وليد اليوم وليس له علاقة بظهور فيروس كوفيد-19 وانتشاره، ولكن ظهر منذ أمد بعيد ويرجع إلى نهاية القرن 18 عندما نشرت جريدة بوسطن جائزة المدارس كليب فيليبس مدارس الطريقة الجديدة والمسمات اليد القصيرة. دون إطالة نذهب إلى إشكالية المطروحة في هذه الورقة البحثية. إن مجموع الطروحات التي تبناها للمكتسبات المعرفية الجديدة تركز على المتعلم أو المتلقن وفق طرائق تقاسمتها بيداغوجية الكفاءات ونظرية الأهداف والبيداغوجية الإبداعية، حيث أمكن القول بأن بيداغوجية الكفايات والإدماج حديثا في الكشف عن بيداغوجية الخطأ، ومنه يمكن أن نطلق على إشكالية مفادها أين يكمن الخطأ في التلقين عن بعد، هل يكمن في المورد البشري أو المورد المادي أو في التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك الأجهزة والبرامج المستخدمة، وما هو دور الوزارة الأولى عن القطاع الحساس والذي بموجبه تتقدم الأمم نحو عالم تنموي متطور. ومن هنا يأتي السؤال الرئيسي للانطلاق في هذه الورقة البحثية، ما هي الوسائل الممكنة في إنجاح عملية التعليم عن بعد في الجامعة الجزائرية، أو ما هي متطلبات عملية التعليم عن بعد، وهل تعزى إلى المورد البشري أو المورد المادي أو التكنولوجيا المستخدمة؟ المنهج الدراسي المستخدم في هذه الورقة البحثية هو المنهج التاريخي والتحليلي والذي بموجب اختيار الإطار الزماني والمكاني الذي حصلت فيه ظاهرة التحول من النظام التعليمي التقليدي إلى النظام المتجدد في صيغته وتعميمه. مصطلحات الدراسة وتعريفها الإجرائية، يعرف أن التعريف الإجرائي لمصطلحات الدراسة والكلمات المتعدة للبحث يقرب المفهوم المقصود المستخدم لهذه الكلمات التعليم، ولقد عرفه الزملاء من قبل لا داعي لتكراره. التعليم عن بعد أيضا فقط توجد عبارة التطرق لعناصر أساسية في التعليم عن بعد، وهي أولا الملائمة، ما مدى ملائمة هذا التعليم إلى الواقع الموجود، هل يقبل المجتمع بشهادات افتراضية أو هل تقبل المؤسسات بشهادات افتراضية؟
القابلية للإنجاز، هل يمكن أن ننجز تعليم عن بعد بدون وسائل؟ الفاعلية الداخلية والخارجية، كيف يتفاعل المجتمع الداخلي، نقصد به الجامعة، والمجتمع الخارجي وهو سوق العمل؟ توظيف الوسائل المساعدة، هل يمكن أن نوظف هذه الوسائل التي بين أيدينا؟ النجاعة، هل توجد نجاعة فعلية حقيقية ضمن هذا النوع من التعليم؟ المطابقة، كيف يمكن مطابقة شهادات منحت من قبل بشهادات تقليدية حضورية إلزامية بشهادات هي عبارة عن افتراضية؟ ثبات وصدق هذه المعلومة التي تقدم إلى الطالب ومن طرف الأستاذ ويتلقاها الطالب. الوسائل المساعدة، ويقصد بها الأجهزة والبرامج التي تستخدم في عملية التعليم عموما وفي عملية التعليم عن بعد خصوصا، وما يتطلبه التعليم عن بعد من معدات. التكنولوجيا، وهي لفظ تكنولوجيا وهي كلمة يونانية الأصل، ولقد تطرق إليها الزملاء، لا داعي لاتخاذها، ولكن ظهرت هذا اللفظ أو لفظ تكنولوجيا منذ أمد بعيد، حوالي القرن 18 في 1770. كما يمكن أن تعكس كلمة تكنولوجيا التصنيع وانطلاق التطور الاقتصادي المرتبط بالابتكارات القائمة على العلم. الوسائل التحضيرية لعملية التعليم عن بعد وكيفية استغلالها، حيث تكمن بالاستعدادات اللازمة في عملية التعليم عن بعد ويمكن حصرها فيما يلي: تأهيل المورد البشري، تخصيص المورد المادي، يعني تأهيل المورد البشري لابد له من تكوين، تخصيص المورد المادي، أين هذا المورد المادي الذي يجعل الطالب والأستاذ من اشتراكات عبر الخطوط أو عبر الانترنت وشراء الأجهزة إلى غير ذلك. تعليم البرامج التكنولوجية، نحن ندرس الإعلام الآلي في الجامعة، ولكن للأسف الإعلام الآلي المدروس في الجامعة لا يفي بالغرض المطلوب. التطبيقات، نقول بالنسبة ليس للمتخصصين في الإعلام الآلي بل في بقية الشعب، التطبيقات كما قلنا المتاحة، لقد ذكرها الزملاء زوم وجوجل ميت وإلى غيره، أهم البرامج المستخدمة التي نسيها الجميع في ذكرها، وهي كيف نوظف البرامج أوفيس سواء كان وورد أو إكسل أو باوربوينت من فعل نموذج اختياري في الاستمارات وحتى في الإجابات النموذجية التي يمكن اعتمادها في الاختبارات. كذلك برامج تحويل إلى الصيغ المختلفة، هناك البرامج المختلفة في تحويل الصيغ، البي دي اف والباوربوينت ووينرار، وهذه ضرورية كذلك من الوسائل المساعدة. البرامج المساعدة للإيضاح، وهي التطبيقات المتاحة في عملية التعليم عن بعد، وكما نذكر داتاشو أو العارض وبرامج الرسام الذي يمكن أن يساعدنا في تقريب الصورة إلى المتلقين. الجزء التطبيقي لعملية المتابعة للمراقبة، هل تسمح لي بعرض الشاشة أستاذ؟ نعم بكل سرور، بكل سرور، تفضل يا أستاذ تفضل. اسمح لي بالعرض؟ نعم نعم نسمح لك بالعرض، نعم تفضل. لا العرض غير مفعل عندي. يجب أن تفعله من عندك يعني. نعم تفعل صح. في إطار الإشارة إلى بعض الاستمارات التي استخدمتها خصيصا قبل هذا أو قبل إبرام هذا الملتقى بفترات ربما شهرين أو ثلاثة، كنت أستخدمها دائما في
قضية ما مدى قابلية الطالب للاستمارات ومدى إجابته في قضية هذه العملية. لو تلاحظون أن هذا المتابعة وهذه الاستمارة هي لمتابعة التعليم في مقياس تنمية الموارد البشرية، أردت من خلالها أن نبرز مدى استخدام أو مدى تقبل الطالب أو مدى إمكانية الطالب في استخدامه للمعلومات التكنولوجية. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي تبرز استمارة بحث مقدمة إلى الطلبة، وهذه الاستمارة هي التي فرغت ووزعت على الطلبة البارز عددهم في حوالي 36 طالب. هذه 36 طالب اللي تلقت الردود في الاستمارة الإلكترونية وفرغت وفرغت من جديد، فيها سؤال بحثي هام جدا وهو قضية مدى قابلية الطالب للتعليم عن بعد. فذكر حوالي 76 طالب منهم، 76 عفوا بالمئة منهم، أن لا فائدة ترجع من هذا التعليم لأنه لا يفي بالغرض وهناك تختفي المهارات والابتكارات إلى غير ذلك. هناك أيضا استمارة حضور الطلبة عن بعد، لأن إذا كان الإلزامية ليس ضرورية في الحضور إلى الجامعة أو مقاعد الجامعة فلا بد أن تكون هناك متابعة حتى ولو كان عن بعد. واستخدمت لهذا الغرض أيضا استمارة تفيد أن الطالب الذي يحضر معك الشاشة كما هذا الملتقى يفيد في قضية الاسم المستعار إلى غير ذلك في الاستخدام من أجل تقييد حضوره في الجلسة أو في الحصة. كذلك بالنسبة إلى كما ترون هذه كذلك استمارة لاقتراح عنوان لمذكرة التخرج في تخصص في العلوم الاجتماعية، وقد أبدت أو أعطت نتائج هامة جدا. ومن ضمن هذه النتائج كما ترون هذا يعني الفيشي الذي ربما استخرج من الاستمارة الإلكترونية وجعل كباص دوني في القسم، فيه محتويات اسم الطالب، الهاتف والإيميل إلى غير ذلك، وهذا يفيد للإدارة. إذن هذه بالنسبة إلى قضية العملية البحثية التي قمت بها شخصيا. من ضمن أهم هذه من ضمن دقيقة يا دكتور مولودي. نعم بقيت لك دقيقة واحدة فقط. ما عليش دوك نبرز الشطر الأخير، ماشي مشكلة. في الخاتمة إن من أهم النتائج المتوصل إليها في هذه الورقة البحثية وجود خلل يتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، سواء كان من تأهيل للمورد البشري والمتمثل في الأستاذ والطالب على حد السواء، بما في ذلك من تقصير من طرف الجهات الوصية من الوزارة في اتخاذ إجراءات سريعة وفورية من أجل تفادي أو أجل إنقاذ ما تبقى من هيكلة مجتمع متعلم. أهم الاقتراحات توفير قاعات انترنت في مختلف الأماكن العامة، ناهيك عن توفير الانترنت في البيوت لمن كانت له الاستطاعة المادية في دفع الاشتراكات الشهرية، توفير التدفق العالي في مؤسسة التعليم العالي لفائدة الطالب والأستاذ، منح اشتراكات رمزية لفائدة الطالب من أجل متابعة الدروس. إلى هذا إذا هذه النتائج نختم ونعود إليك سيد الرئيس أستاذ مولاي. شكرا يا دكتور مولودي، وفي الحقيقة منحتك 3 دقائق إضافية بسبب الخلل التقني ولأهمية ما تقدمت به في الجانب التطبيقي، وأنا سعيد جدا ومسرور أنني التقيتك رغم أننا في نفس الجامعة نعمل لكننا لن نلتقي لعل الفضاء الافتراضي، وهذا المؤتمر للتعليم عن بعد يكون فسحة لنلتقي افتراضيا رغم أننا من المفروض أن نلتقي في مكان نعمل فيه جسديا وجغرافيا، يعني لا يبعد قسم الذي يعمل فيه عن القسم الذي تعمل تابعين لنفس الكلية بعض الأمتار فقط. ستكون لنا بعض الدقائق للنقاش، ونرجو من السادة الحضور من يريد أن يتدخل أو أن يضيف أو أن
له سؤال أو شيء من هذا القبيل باستخدام تقنية رفع اليد، وأنا أستغل الفرصة في أن أتمنى ما قدمه الدكتور مولودي. في الحقيقة ورقته البحثية لامست الواقع، ومع الأسف الشديد أنه لا زالت بعض يعني بعض الفئة من سواء من الطلبة أو من الأساتذة لم تستوعب بعد التقنية التكنولوجية ولا أهميتها، خصوصا لما يتعلق الأمر بالبريد الإلكتروني المهني الذي يعني لجأت بعض الجامعات في ظل جائحة كورونا إلى الخصم مثلا من المردودية أو اتخاذ بعض الإجراءات العقابية مع بعض الأساتذة لرفع مثلا الدروس المرئية على المنصة، أو التعامل بالبريد الإلكتروني المهني وغيرها من التقنيات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني. ولا شك في أن هذه الإجراءات مفادها هو يعني تحقيق أو إجراء عملية تعليمية في كل الظروف، والتأهب للحالات القصوى التي قد يعني تتعرض لها البشرية أو الجامعات والمجتمعات بصفة عامة. إذا كان هناك تدخل أو إضافة في هذه الدقائق المتبقية معنا أو سؤال أو شيء من هذا القبيل، رجاء المجال مفتوح للنقاش. أستاذ بالقاسمي، تريد أن تقول شيئا؟ نعم، السلام عليكم أستاذ. تفضل، إليك الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام، تفضل. بالقاسمي أبو عبد الله، طالب دكتوراه من جامعة تيموشنت ولاية مستغانم. أنا أدرس في أنا طالب دكتوراه بولاية تيموشنت، وفي نفس الوقت مفتش تعليم ابتدائي بولاية مستغانم. كنت أود أن أطرح سؤال على آخر متدخل، هو الدكتور مولود على ما أظن. دكتور مولودي، نعم. مولودي الذي تقدم بتقنية، ربما لأنه نظر لضعفينات لم ألتحق بمداخلته كاملة فيما يخص هذه التقنيات المستعلقة بالاستمارات. ما موقع التقويم بالنسبة للدكتور مولودي؟ يعني إذا أردت مثلا أن أقوم الطالب أو الأستاذ أو أي كان عن طريق التكوين عن بعد، يعني كيف يمكن أن أحافظ على مصداقية التقويم؟ يعني بمعنى الاختبار في حد ذاته اللي هو التقييم، أو بمعنى التقويم العددي، والجانب ربما ما تعلق بالجانب الأخلاقي، يعني أحافظ على التقويم وفي نفس الوقت أعطي للتقويم حقه، يعني أقيم الطالب وفي نفس الوقت أكون منصفا معه ومع بقية الزملاء. وشكرا أستاذ. شكرا. في نصف دقيقة يا دكتور مولودي لك الخط لتجيب، لأن الوقت داهمنا لنحيل الفرصة للجلسة الموالية. فضل يا دكتور مولودي. نعم، بالنسبة إلى ما تفضل به الأستاذ هو قضية كيف نقيم. في الحقيقة التقييم هو جزء أساسي من العملية، ولعل الشيء الذي ربما هذه الدقيقة أو هذا الشيء الذي قلت هو سأعرض هذه الشاشة فقط للعملية. هناك ملف يقدم من طرف الطالب الممتحن، هذه عبارة عن استمارة لأعمال تطبيقية موجهة مباشرة للطالب، تعد بدقائق، وعليه أن يرسل من الإيميل، مع علما أن الإرسال من الإيميل لا يخصص للطالب، إرسال مرة واحدة ويمكن تعديل إجابته في أقل من الوقت الممنوح. إذن هذه عبارة عن إرفاق للملف أو للامتحان أو شيء من هذا القبيل، لا يعطي للطالب فرصة أصلاً إلى قضية الميول أو اللجوء إلى وسائل أخرى. إذن هذا بالنسبة إلى التقييم. الاستمارات التي تبعث لابد من تقييدها، الاستمارات التي تبعث حتى تقيم لابد من تقييدها، لابد من تقييد الشرط الأول على الإيميل الواحد نتاع الطالب، لابد أن يبعث منه مرة واحدة
لا يمكن أن يبعث مع لزميله أو لآخر. كذلك تقليص مدة الامتحان أو مدة الاستمارة، وبالتالي يمكن أن تكون هذه العملية ناجحة، لأن حتى إذا كانوا جالسين في غرفة واحدة لا يمكنهم التحدث مع بعضهم البعض لأن المدة قليلة جدا. وشكرا. شكرا يا دكتور مولودي على هذا التوضيح، ونرجو إلغاء خاصية نعم التشارك، ونتمنى أننا كنا عادلين في توزيع الوقت بالنسبة للسادة المتدخلين، ونعتذر عن أي خلل. بدون إطالة أعتذر للأستاذ الدكتور عمري على هذه الخمس دقائق التي أخذناها من الجلسة الموالية، فإليك الخط فلتتفضل. مشكورا أستاذي الكريم، وشكرا مرة أخرى على حسن الثقة التي أو المسؤولية التي ألقيتموها على عاتقنا. نتمنى أننا كنا في مستوى تطلعات اللجنة العلمية واللجنة التنظيمية. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليك الكلمة دكتور عمري. شكرا جزيلا أستاذ فاضل بروفيسور منى محمد على حسن تسجيل الجلسة. شكرا موصول أيضا للسادة المتدخلين. كل الورقات الثمانية التي تم عرضها كانت يعني في مستوى يعني نظرا لضيق الوقت نتأسف يعني لعدم إتاحة فرصة كاملة للمتدخلين لطرح أسئلة. نحن ما بصدد الاتصال مع الأستاذ حميد صالح رئيس الملتقى لإعطاء فرصة على الأقل ساعة أو ساعتين لطرح الانشغالات وطرح الأسئلة وإجابة عنها إن شاء الله بحول الله، ربما غدا بحول الله. سوف أيضا نشكر مجددا للأستاذ الدكتور مولاي على حسن تسجيل الجلسة، ونختتم الجلسة هذه بإغلاق التسجيل.